أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الحركة والكلام وتشميت العاطس بين الخطبتين يأثم من فعل هذا ولا يكون؟ لا، بين الخطبتين هذا ما يخالف، يجوز تكلم اللي بجنبك يجوز. وأما العطاس هذا ما حتى حال الخطبة، ما هو من اختيارك، تعطس ما يخالف، أو جاء كحة شديدة ما في بس أنك تكح وتعطس، لأن هذا ما هو باختيارك. أما الكلام بين الخطبتين فلا مانع. نعم.